السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى مشاهدين، يا رب تكونوا في أحسن حال، وأهلا وسهلا بكم في مطبخ أم باسم. إن شاء الله النهاردة هنعرف طريقة تمليح المخلل الخيار. هنعمله بطريقة يخليه يقعد عندك فترة طويلة وهو مقرمش من غير ما يتهرى منك ولا ينعم. الأيام دي هو رخيص جدا، إن شاء الله النهاردة هنعمله. يلا بينا نشوف المكونات اللي معانا ونقول بسم الله. بسم الله. معايا 2 كيلو من الخيار البلدي مغسول، ومعانا مية عادية من الحنفية، معانا خل أبيض، معانا ملح، فصوص ثوم، ورق لوري، ومعانا رشة سكر وشطة. يلا نقول بسم الله. دلوقتي ان شاء الله هنعمل محلول الملح. هنستخدم في وصفة النهاردة المكيال ده، المكيال ده يعني كوباية، والمعيار دوت يعني معلقة كبيرة ممسوحة. نقول بسم الله. محلول الملح يكفي 2 كيلو خيار. هنحط من المية 6 كوبايات مية، يعني كيلو 3 كوبايات من المية. 3 4 5 كده 6، وإن شاء الله هنحط على 6 كوبايات 6 من المعالق الملح، معالق كبيرة من الملح وتكون ممسوحة بالشكل ده. 3 4 5 6، وهنحط كمان رشة من السكر عشان يطلع معانا مقرمش، وهنحط 6 من الخل الأبيض، 2 3 4 5 6. معانا كمان 6 فصوص ثوم، هنسيبه سليم كده بحاله، ومعانا ورق لوري. ورق اللوري مادة حافظة، هتخلي المخلل يقعد عندك فترة وهو ايه مقرمش. وشطة، الشطة حسب رغبتك، ومعانا كمان هريسة حارة لو مش حابة تحطيها براحتك. هنقلب كل المحلول مع بعض، اتأكدي ان الملح والسكر دابوا كده. تمام. هنجيب برطمان يكون مناسب لطول الخيار، هنرصه بالطول كده، لا هنخرمه ولا هنقطعه عشان يقعد عندك فترة طويلة وهو مقرمش من غير ما يتهرى. هنعمله سليم. لو انتي مستعجلة عليه خرميه بالشوكة او قطعيه قطع صغيرة، بس زي ما هيستوي بسرعة هيتهرى منك بسرعة، يعني لازم تخلصيه، مش هتقدري تحتفظي بيه فترة طويلة. بعد ما نرص الخيار بالشكل كده بالطول، هنحط عليه محلول الملح. محلول الملح يغطي البرطمان، يعني لآخر البرطمان. زي ما احنا شايفين كده هنقفل بالغطا كويس، ونتأكد ان مفيش هوا واصله. هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. هيقعد 3 4 ايام وهتاكلي منه يعني خيار مقرمش، وهيقعد عندك فترة طويلة وهو محتفظ بنفس القرمشة. الخطوات بسيطة والطريقة مضمونة والمكونات مظبوطة 100%. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير، وانتظروني في فيديو جديد، وفعلوا الجرس على الكل عشان الفيديوهات الجديدة توصل لكم.